الآن، وده أشكال للرياضات المختلفة، ودائماً بنتحدث عن الرياضة كجانب للوقاية من أمراض عديدة، وأيضاً ممكن تكون هي المعالجات أيضاً لعدد من الأمراض عن طريق الرياضة، وخاصة يعني هذه الأيام بنسمع كثير عن الأمراض اللي بتخص العضلات والغضاريف والأعصاب وغيرها، أصبحت مشكلات مختلفة يعني في الجانب ده بشكل خاص. صحيح. ممكن هو ده موضوعنا اليوم. صحيح، زي ما قال لي مخيني خالد بابير قبل شيء، الشيطان كله عنده غضروف. يعني أنا ما أعرفه خالد كان لي شكله هو معاني من القصة دي. فالغضروف منتشر جدا والناس كتار يعاني منه، هو مؤلم على حسب ما أنا شفته في ناس كتار، يعني مؤلم للغاية. لكن أحسن نتكلم عنه بشكل متخصص أكثر، وأنا سعيد جدا بأنه يكون معنا بروف ياسر جاد المولى المنصوري، وهو استشاري المخ والأعصاب وعلاج الغضاريف بدون جراحة. أهلا بك وصباح الخير عليك. أهلا، صباح النور في هذا الصباح الجميل. مرحبا، يسعدني أن أكون ضيفا في حلقتكم. نعم، شنو أسباب الغضروف؟ يعني ناس كتير جدا بيسألوا من الحاجة، هل هو الوزن الزايد ولا الحاصش؟ نعم، ممكن ناخذ لمحة في البداية عن الغضاريف نفسها. فربنا سبحانه وتعالى خلق للإنسان 33 فقرة. نعم. وما بين هذه الفقرات يوجد قرص اللي هو يعرف بالديسك، هو ما يعرف به الغضروف، وله فوائد عديدة جدا، حيث يعمل على امتصاص الصدمات ويساعد العمود الفقري في عملية الدوران والانحناء والانثناء، وهو نعمة. ولكن قد يطرأ عليه بعض التغيرات نتيجة لبعض الأمراض، نتيجة للكسور أو الأوضاع الخاطئة، أو ربما يكون نتيجة للجلوس الكثير بالذات في الحياة العصرية الآن. أصبح العاملين يكونوا جالسين لفترات طويلة، يعني أكثر من 8 ساعات كذا، فهذا كله يؤثر على ميكانيكية عمل الغضروف. وأيضا تقدم السن له دور أيضا، ولذلك بنلقى أن الغضاريف الآن أو الانزلاقات الغضروفية منتشرة جدا في كبار السن. أيضا هناك بعض الأمراض قد تصيب الغضاريف مثل الالتهابات، الأورام السرطانية وهكذا يعني. وهي مشكلات عديدة بالتأكيد زي ما ذكرت، وأسباب مختلفة. لكن بروف ياسر، من واقع تجربتكم بالتأكيد العملية يعني خاصة في السودان، زي ما ذكرنا أصبحت يعني المشكلات بتردد كثير وبنسمعها في المجتمعات المختلفة عن مشكلات الغضروف، فشنو هي أهم المشكلات في الغضروف اللي بتصلكم يعني في العيادات؟ الغضاريف في الحقيقة أنه الانزلاقات الغضروفية، طبعا الغضروف كل إنسان غضروف، ولذلك أنه هي التسمية الصحيحة الانزلاق الغضروفي أو البرولابس ديسك فيما يعرف. فنجد أنه الإنسان بيجي المريض بيشكي بآلام حادة جدا في أسفل الظهر، قد تنتقل إلى إحدى الرجلين، وأيضا مصاحب لذلك خدر تنميل قد يكون، وأيضا يعني عدم الضعف في الحركة أحيانا، وإلى أن يصل إلى عدم التحكم في البول والإخراج وهكذا يعني. فكل هذه التصنيفات لها درجات، يعني نصنف الغضروف إلى 5 مراحل، كل مرحلة لها ما يناسبها من العلاج. فالعلاج عموما بينقسم عندنا إلى قسمين، اللي هو جراحي. يعني أنت تكلمت إنه هو بيأثر في الأعصاب بشكل خاص اللي هي بتعمل مشكلات. نعم. يعني أنا لما أتكلم عن المشكلات الشائعة الانزلاق الغضروفي بس، ولا في مشكلات أخرى غيره يعني موجودة وشائعة؟ لأنه كثير من الناس يعني بيعانوا من المشكلة دي. الانزلاق الغضروفي حد ذاته بنعتبره أنه مشكلة شائعة، وبجانب ذلك في التشنجات العضلية أو منطقة أسفل الظهر معرضة أنه يكون في بما يعرف القطايع أو الفلايت عند الناس وكذا، هي بتجي مرات شبيهة لهذه الانزلاقات الغضروفية. بالإضافة إلى ذلك ممكن يكون هناك انضغاطات عصبية وأشياء من هذا القبيل. أنا دكتور في تعريفي لك عرفتك بأنك يعني مختص في علاج الغضروف بدون جراحة، نفهم من ده اللي هو اعتماد على الدلك والدلك الطبيعي ولا؟ بيختلف. هو في الحقيقة أنه علاج الغضروف 90% ممكن أن يتم من غير جراحة، بدون جراحة. فقط 10% من الحالات هي التي تستدعي تدخلات جراحية، وهذه حالات بعض الحالات المتأخرة بيكون في عدم التحكم في البول والإخراج أو الآلام المبرحة التي لا تستجيب، أو ربما يكون يعني مصاحبة لكسور أو أشياء من هذا. أما بقية الحالات 90% فيمكن علاجها من غير جراحة، وذلك بعدة عمليات
اللي هو عندنا حاجات معينه بتتم واصل اجهزه طبيه وتقنيه متطوره مثل عمليه الشفط، عمليه التبخير، عمليه بالليزر الضوئي، وكل هذه من غير جراحه. وايضا الفيزيوثيرابي العلاج الطبيعي ممكن يدخل، بالاضافه لذلك في معالجات دوائيه بتدخل في هذا الموضوع ايضا. واحده من في بعض العلاجات اللي هو بتختص بمساله التردد الحراري. ايوه مثلا دول يقول لك يا اخي الدكتور او المعالج للغضروف انهم في خشب فقط، يعني المعلومه دي اللي تحت هي صحيحه انك تنوم في جسم صلب او يعني كنا في او خشب تحديدا يعني؟ نعم. هو الفكره نابعه من انه عمليه اراحه للعمود الفقري. نعم. فبنجد العمود الفقري فيه تقوسات، يعني فيه تقوس في منطقه العنق، وتقوس في منطقه الصدر، ثم تقوس في منطقه البطنيه. فالهدف من ذلك انه تجعل هذه التقوسات بصوره مريحه. ونحن ما بننصح يعني بالصلب الصلب، ولكن الصلب السهل يعني انه ممكن يكون مستوي. يكون مستوي. هي المشكلات دائما بروف، المشكلات دائما في انه هو الانسان يحس بالالم فيشخص الحاله ويبدا في المعالجات اللي هو جسم صلب او غيره من غير ما يصل الدكتور. ويمكن هي الموضوع قد ما يكون خاص حتى بالغضروف. فخلينا برضو نتحدث في اطار التشخيص ده، بما اننا نحن بنقدم جرعات صباحيه للناس، يتحدث عن انه اهميه التشخيص وانه ما ناخذ معالجات يعني من غير ما يعني نكون في طريق للتشخيص. فعلا اختي، هو في الحقيقه انه عندنا مشكله في السودان هنا عن الواحد يقول لك جاري انا والله سمعته عمل كده وده لي عمل كده، وطبعا في نصائح مجانا كثيره منها. لكن هو الصحيح انه مراجعه الطبيب، والطبيب ممكن ايضا يحولك الى طبيب مختص وكذا. بتبدا عمليه التشخيص اولا اللي هو باخذ التاريخ المرضي من المريض، ثم فحص المريض اكلينيكيا، ثم تجرى بعد ذلك بعض الفحوصات المخبريه، واهم يعني فحص عندنا واللي هو الصور الشعاعيه مثل الرنين المغناطيسي، الاشعه المقطعيه، وحتى الاشعه البلان، وذلك لتشخيص موقع الغضروف حيث يكون بين فقرتين عادة، وبيكون أغلب في أغلب الأحيان بيكون المنطقة تحت الفقرات القطنية الموازية للبطن أو الفقرات العنقية هي أكثر منطقتين يصاب بالانزلاقات الغضروفية. وبالتالي بعد يتم التشخيص بيتم تفصيل العلاج المناسب بالنسبة لكل حالة على حدة. فقد يكون شخص فقط يعني يكتفي بالدواء، يعني في ناس بنديهم فقط تمارين رياضيه صح، ولما نتكلم عن فقرات معينه وغيرها. نعم. ممكن هو ده مرتبط بعاداتنا كمان يعني، فخلينا برضو يعني نتكلم عن الجانب ده، لانه كثير من الناس بيمارسوا عادات يوميه في ممارساتهم الحياتيه اليوميه، لان هي بتضرب الغضاريف وبتسبب المشكلات ده، وانت بتتكلم عن اجزاء معينه في انها ممكن تكون فيها مشكلات. فالعادات السيئه اللي احنا بنمارسها يعني في الحياه اليوميه وممكن تاثر على الغضاريف. يعني هذا سؤال جميل، انه بنجد في الحياه العصريه بتاعتنا بالذات الان ممارسه الكمبيوتر، يعني تلقى اغلبيه الموظفين والهنا عندهم كمبيوتر فترات طويله جدا، بيكون جالس جلسه واحده يعني ربما 3-4 ساعات وهو مركز بصوره مستمره، فهذا غالبا ما يؤدي الى انزلاقات غضروفيه في منطقه العنق وكذا. ايضا نتيجه للجلوس الكثير ممكن يعمل انزلاقات غضروفيه في منطقه الفقرات القطنيه، ولذلك بننصح مثل هؤلاء مثلا اللي هو اعمالهم بتتطلب الجلوس وشغل في الكمبيوتر لوقت طويل وكذا، انه يعملوا بريك، يعني كل ساعه ونص ساعتين لازم بتقوم تعمل بريك، ربع ساعه ثلث ساعه بتتمشى يعني وكذا، على اساس انه بعد ذلك بتجي راجع مره ثانيه بعد التاكد من انه المقعد او كرسي مريح ممكن وضع يساعد. طيب مريح دي هي ذاتها بيكون فيها تفاصيل، لانه ما كل الناس عارفين هو شنو الكرسي المريح اللي ما بياثر في مشكلات ويكون فيها بالضبط مريح. يعني هو طبعا في كراسي طبيه حسي الان يعني اتعملت بتحاكي اللي هو تقوس العمود الفقري، بتكون مريحه في الجلوس، واذا كان يعني غير متوفر ممكن الانسان يتعمل نظام مقاعد بلاستيكيه او
يعني هوائيه او حتى قطنيه، يعني ما يكون جالس مباشره على معناه الغضروف لحد كبير مرتبط، ممكن يكون مرتبط بمهن بعينه، يعني زي مهنتنا دي مثلا. بالضبط يعني احنا مرات بنكون شغال حلقه ساعتين ثلاث ساعات في كرسي ما مريح اصلا. نعم. يعني في مهن معينه ممكن تتسبب في موضوع الغضروف، العتاله مثلا. بالتاكيد يعني الاحمال الثقيله مثلا بالتاكيد يعني بينجز بعد عملهم مهنه السائقين يعني او مثلا الذين يسوقون السيارات لفترات طويله بيكون مركز وماسك الكلكسون وكذا، ديل من اكثر الناس اللي بيتعرضوا للفقرات القطنيه والعنقيه، انزلاقات غضروفيه مستمره. ايضا الناس اللي بيحملوا احمال ثقيله يعني برضه بتسبب كذا، ده برضه بيتأذى لأنه هو الوزن الثقيل بالضرورة إنه يكون بينعكس على العمود الفقري وبالتالي على الأوضاع أيضا الأوضاع الخاطئة. يعني تلقى واحد في جلوسنا، نحن بالمناسبة السودانيين ما بنعرف نجلس كويس وما بنعرف ننام كويس يعني، ولذلك إنه يعني لا بد إنه يكون في توعية من هذه الناحية، تجلس مستقيم وبتنوم برضه في النوم يعني على الشق افضل. نعم. بالذات الشق اليمين. نعم. وفي طار التوعيه دي يمكن يا بروف كثير من الناس يعني معالجاتهم لموضوع الغروف ده ممكن تكون اشياء هي بقينا زي الموروثه كده، كثير من الناس حتى بيربطوا مثلا الشوربه او غيرها بانه هو يعني تغذيه معينه، فهل الغروف بشكل خاص في ربطه بالتغذيه في اشياء معينه هي ممكن تكون حتى في جانب الوقايه او العلاج بالنسبه للغضاريف؟ وفي الحقيقة لم توجد هناك دراسات كافية لتقييم هذا الموضوع، لكن شخصيا أنا بعتبر أن التغذية داخلة في كل ما هو صحي يؤدي إلى وقاية الإنسان من الأمراض أو كذا كذا، فالتغذية الجيدة بالتأكيد. ليه؟ لأن حتى الغضاريف دي ما كنا انزلاقات الغضروفية ما كنا نسمع بها في آبائنا وأجدادنا القدامى يعني إلا الكالسيوم. في الوقت الحالي أصبحت منتشرة يعني جدا الكالسيوم. نعم. طبعا اللي هو بالتأكيد أن الغذاء كان جيد، صحيح. الكالسيوم الفيتامينز وايضا كثير من المواد التي تدخل في تركيب مثل هذه الغضاريف، فبالتاكيد انه التغذيه الجيده المتوارثه هي بتؤدي في النهايه الى يعني وضع بناء صحي وظروف جيد وعظام سليمه، مما يحد على الاقل من مساله الانزلاق الغضروفي. طيب يا دكتورنا، عارف كيف ده غضروف ولا قطيعه ولا فليتا ولا ده تمزق؟ اعرفه كيف؟ طبعا بالفحص الطبي بيبين انه هناك منطقه بتاعت الم شديده جدا. الطبيب المختص ممكن ان يلمح انه في غضروف، بعد ذلك بيعمل نظام صور شعاعيه مثلا زي الرنين المغناطيسي للتاكيد. بالنسبه للانزلاق الغضروفي، لان بنحتاج انه نعرف الانزلاق يسار ام يمين ام وسط، وبالتالي تجرى عليه المعالجات وكذا يعني. فامتداد لكلامك، طبعا هذا الناس بيجوا في دائما مراحل متاخره بعد ما الغضروف يحصل انضغاط عصبي شديد على العصب الوركي، وبالتالي على طول الرجل بيضرب الالم او بيسمع كما بيقولوا المصريين. فبيصبح الانسان عنده ما يعرف بالناس بيعرفوه بعرق النسا. فعرق النسا هو صحيح اسمه عرق النسا، سمي عرق النسا لانه ينسي ما قبله من الالام من شدة الألم. من شدة الألم يعني. يعني لو عندك مثلا 20 مرض أنت ما بتحس ولا بتتذكر إلا اللي هو التهاب عرق النسا هذا الموجود عندك. لأنه في ذول ممكن يحس بالألم ده مش يعمل لهم مساج بيفكس ولا يشتري لهم موف من الصيدلية ويقول دي قطيعة، يعني الألم بالحجم ده مفطور الذول الطبيب مباشرة. بالضبط، لابد من مراجعة الأطباء والطبيب المختص، لأنه ممكن يكون هذا بداية ويمكن معالجته بصوره ايسر. يعني عندنا القاعده الذهبيه دائما في الطب انه كل ما اتيت مبكرا يعني كل ما كان العلاج اسهل يعني. نعم. وفوق ذلك الوقايه خير من العلاج دائما. صحيح. اللي هو ننقص الاوزان بتاعتنا يعني الوزن مهم جدا جدا في منطقه في كنصيحه. نعم. كوقايه وفي المعالجه ايضا لازم الانسان ينقص وزنه ويحافظ على الوزن المثالي بالنسبه له. نمرة اثنين يمارس النشاط الرياضي. والنشاط الرياضي يعني ما بالضرورة يكون رياضة عنيفة أو رياضة معينة، لكن من الرياضات المناسبة جدا للغضروف في مرحلة الوقاية والعلاج هي المشي والسباحة، دي أفضل أنواع
الرياضه اللي ممكن يمارسها. المشي طبعا رياضه مجانيه ممكن تمارسها يعني بكل سهوله، بالاضافه الى ذلك اللي هو التحري في الجلوس بصوره صحيحه، النوم بصوره صحيحه، عدم يعني التعرض للاوضاع الخاطئه، يعني واحد يلف لفه كده بسرعه كده فجأة. وايضا التغذيه الجيده اللي هو فيها التغذيه الخضروات الفواكه، التغذيه المعتمده على بعض الدهون الاساسيه والاوميجا وحياتنا. نحن نتمنى انه كل اللي شاهدونا يتبعوا كل الوسائل الوقائيه لان بتعنيهم او تحميهم من مشاكل الغضاريف المختلفه. ودي كانت رشدة صباحية اليوم عن مشكلات الغضاريف، كيف يمكن ان تكون الوقايه والعلاج. شكرا جزيلا بروف ياسر جاد المولى المنصوري، استشاري المخ والاعصاب وعلاج الغضاريف بدون جراحه. شكرا لك جزيلا.